من برلين أرحب بطبيب الأمراض التنفسية دكتور عبد الله قراجولي. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الله. يعني لماذا الآن هنالك توجه أوروبي للقاح الروسي برأيك؟ ما هي الأسباب ولماذا وصف هذا اللقاح بأنه بشرى سارة للبشرية؟ يعني هو بالأول، مساء الخير لك أول شيء المشاهدين الكرام. هو بالأول كانت يعني الحكومه الروسيه عطت دغري تصريح للقاح بدون ما تنعمل المرحله الثالثه من التجارب. يعني هن لقحوا تقريبا شي 100 شخص وبعدين قالوا انه اللقاح فعال بنسبه 90% وبلشوا يلقحوا الناس، وهذا الشيء طبعا يعني علميا مو صحيح. احنا لازم نعمل المرحله الثالثه، نلقح تقريبا شي 40 ألف انسان، نراقبهم، نشوف المضاعفات، نشوف الفعاليه تبع اللقاح، وبعدين ممكن بقى انه يعني نسمح لهاللقاح انه يتلقح نعطيه للناس. فبما انه اول شيء ما عملوا هالشيء هن، فكان في تخوف من الاداره الاوروبيه وخاصه بالمانيا. بس هلا يعني قدموا هن بيانات عن تقريبا 20 ألف مريض او 20 ألف شخص اخذوا اللقاح، وكانت النسبة بالفعل يعني شيء 90%. فمشان هيك يعني هلا نحن عم نرحب باللقاح الروسي. لكن لماذا وصف بأنه يعني بشرى سارة للبشرية؟ بماذا يتميز هذا اللقاح الروسي عن غيره من اللقاحات رغم وجود ملاحظات عليه أيضا من منظمة الصحة العالمية؟ يعني هو بشرى سارة لأنه أولا نحن بعازة عدة لقاحات، يعني نحن اللقاح الموديرنا والبيونتك والجونسون وجونسون، يعني هدول كلهم ما بيكفوا 7 مليار انسان. فاولا يعني اجى لقاح زياده، وثانيا هذا اللقاح الميزه تبعه انه لقاح تقليدي، يعني ما في كثير تخوف منه مثل اللقاحات الثانيه انه ام ار ان او ممكن تاثر على الجينات وهالشغلات هي، مع انه يعني هذا الحكي مو صحيح، بس يعني ما في تخوف منه. والشغله الاهم كثير وخاصه هي بتهم دولنا انه ما في داعي يعني طريقه نقله وطريقه اعطائه سهله بالنسبه للقاحات الثانيه، يعني ما في داعي للتبريد 70 او 30 تحت الصفر. فطبعا يعني هي شغله كويسه كثير وممكن تساعد على ان شاء الله انه نتخلص من الوباء. لكنه لم يحصل على جميع الموافقات من منظمه الصحه العالميه. صحيح، نحن هلا بانتظار لسه بيانات ثانيه تقريبا ل 20 ألف انسان ثاني يتلقح، وبعدين يعني هلا باوروبا ممكن انه يعني مثلا بالمانيا انه يعني تقريبا بالصيف او بالخريف انه يعني يعطوا السماح انه ينعطى اللقاح الروسي. بس طبعا لازم يقدموا البيانات طبعا اول شيء، ولازم كل شيء يكون واضح، يعني ما في شيء انه يتخبى او ما ينحكى. وهلا بما ان هن يعني عرضوا البيانات تبعهم بمجلة اللانسيت، وبتعرف يعني مجلة اللانسيت مجلة معروفة، فيعني صار في اطمئنان للقاح الروسي. لكن هل يأخذ هذا الموضوع بعدا سياسيا أم أنه يعني يبقى في إطار اللقاحات وفعلا فعاليتها وقياس هذه الفعالية على يعني على أرض الواقع؟ لا لا، نحن بس بهمنا يعني وخاصة الحكومة الألمانية، يعني بهمنا نحن بس إنه فعالية اللقاح، فيعني شغلات سياسية ما بظن إنه بتلعب دور. وبعدين يعني هلا شفتوا إنه ألمانيا بالفعل يعني من أول شيء قالت إنه إذا بدنا نطالع اللقاح بده يكون مهيئ لكل الناس، وبالفعل يعني نحن هلا الألمان يعني نحن عم ننق على الحكومة إنه ما عم تجيبوا لقاحات، لأنه اللقاحات يلي عم تنتجها الشركات الألمانية عم تتصدر كمان لكل أنحاء العالم. فما بظن يعني انه شغلات سياسيه بتلعب دور بالموضوع. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من برلين طبيب الامراض التنفسيه دكتور عبد الله قراجولي.